بالعالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس قراءة سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: باب في فضل العيادة، وفي نسخة: باب في فضل العيادة على وضوء. حدثنا محمد بن عوف الطائي، حدثنا الربيع بن روح، حدثنا الربيع بن روح بن خليد، حدثنا محمد بن خالد، حدثنا الفضل بن دلهم الواسطي عن ثابت البناني عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد، نعم، وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا. قلت: يا أبا حمزة، وما الخريف؟ قال: العام. قال أبو داود: والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضئ. نعم، يعني العيادة مع جمعها مع الوضوء. هذا الباب فيه بيان فضل عيادة المريض، وهذا أمر ثابت بلا شك. وأما كلمة على وضوء فهذه نسخة، وهذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، وذكر الوضوء فيه هو الذي يعني هو وجه الشاهد في هذا الباب فقط، أنه يعني أنه توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا، عاد المريض. لكن هذا الحديث لا يصح، فيه الفضل بن دلهم، نعم، لين ورمي بالاعتزال، فهو ضعيف، ضعيف للينه، نعم. قال أبو داود: واسطي ضعيف يريد الفضل. نعم، وهذا من المواطن التي يعني نبه فيها أبو داود على بعض ما في الإسناد من الضعف، نعم. قال رحمه الله: واسطي ضعيف وهو منكر وليس صاحبه برضا، كان قصارا بواسط، نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي قال: ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وكان له خريف في الجنة. يعني في الحديث السابق الضعيف بعد خريفا، بعد 70 خريفا، وفي هذا الحديث الصحيح أنه كان له خريف في الجنة، والخريف هو الذي فيه الثمر. خريف السابق السنة أو العام، ففرق بين الأول وبين الثاني، كان له خريف يعني كان هذا العمل الذي عمله مخرفة أو موضع ثمر له في الجنة، نعم. طبعا هذا الحديث في الحكم، وهو أيضا الحكم بن عتيبة، نعم، صدوق، فإسناده حسن والحديث صحيح، نعم. عبد الله من؟ الحكم ابن عتيبة، حكم ابن عتيبة، أي حكم ابن عتيبة، نعم، شيخ شعبة، نعم، هو ثقة شيخ، عفوا، أي نعم. على كل من عبد الله بن نافع، عبد الله بن نافع صدوق شيخ، عبد الله بن نافع صدوق. طيب تفضل. إذن الحديث حسن الإسناد، صحيح المتن، نعم. طبعا فيه خلاف في وقفه ورفعه، فمنهم من وقفه على علي ومنهم من رفعه، ومثل هذا أحيانا يكون سبب وقفه أن شعبة رحمه الله تعالى إذا تردد في وقف الحديث ورفعه وقفه، فربما يكون مرفوعا لكن وقفه من باب
الاحتياط، ولكن الحديث حتى لو كان موقوفا على يعني وقفه في من باب الاحتياط، وحتى لو كان الحديث موقوفا يعني من كلام علي بن أبي طالب فهو في حكم مرفوع، لأن مثل هذه الأخبار يعني لا تأتي من قبيل الرأي، وإنما هي إيش؟ إنما هي أمور مغيبات لا يعلمها الناس إلا عن طريق الوحي، فهذا يدل على أنه إنما أخذه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، ولم يذكر الخريف. قال أبو داود: رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة. يعني إذن هو مروي عن الحكم من طريق الأعمش مرفوعا كما ترى، يعني عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منصور وافق في وقفه من وافق شعبة في وقفه فلم يرفعه. نقول هنا رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة، يعني موقوفا على علي. نعم. أحسن الله إليكم. في الحاشية قال: وجاء عقب هذا الحديث على حاشية كاف ما نصه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. يعني قال فيه يعني فيه نسخة إضافة حديث، وهذه النسخة هي من رواية ابن العبد، ليست موجودة في اللؤلؤي. نعم، اقرأ الحديث. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع قال: وكان نافع غلام الحسن بن علي قال: جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده. قال أبو داود: وساق معنى شعبة. قال أبو داود: أسند هذا عن علي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، على كل حال هذا الحديث يعني المشكلة فقط فيه قضية مخالفة منصور وشعبة لرواية الأعمش وغيرهم، وأما الإسناد فهو إسناد صحيح. الآن هذا الحديث برمته ليس موجودا في رواية اللؤلؤي، وكأن أبا داود فيما بعد ماذا فعل؟ اكتفى بالإشارة إلى رواية منصور عن الحكم، لكن كان يذكر هذا ويروي الرواية، يعني يذكر الرواية ثم يبدو أنه ترك ذكر الرواية مع أن الإسناد صحيح. ثم قال أبو داود هنا: وأسند هذا عن علي من غير وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يؤيد أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح وموقوفا ومرفوعا بهذا الاعتبار. نعم. والحديث طبعا فيه فضل عيادة المريض، الحديث فيه فضل عيادة المريض، وعيادة المريض ثابت فيها أحكام يعني نصوص في هذا يرجع إليها، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه منادي من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وهذا يشبه هذا الحديث من حيث أنه تبوأ منزلا، أنه يكون خريفا له في الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في العيادة مرارا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة قالت: لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. عيادة المريض لا يشترط أن تكون مرة واحدة، ولا يشترط فيها أن يكون المريض يعني شديد المرض، ولا يشترط فيها أن يكون المريض مستيقظا ليرى الذي يعوده. فعيادة المريض مع أنه قد يكون فيها نوع من المؤانسة للمريض ويعني إعطاء نوع من المعنوية العالية للمريض، وربما يكون المريض غير مستيقظا فيبلغه أنهم زاروه وأنهم عدو، يؤثر هذا في نفسه. وكذلك من الحكم في عيادة المريض أن الذي يعود المريض يحصل له نوع من العظة في قضية شكر الله عز وجل على الصحة، وهذا يحصل من المريض الذي يستيقظ ومن المريض الذي يكون يعني مثلا مغمى عليه غير مستيقظ أو لا يعي ما يحصل حوله. وعيادة المريض هذا هو الأصل فيها بالنسبة للمسلمين، وهي حق من حقوق المسلم. وكذلك يجوز أن يعود الإنسان غير المسلم إذا اقتضت المصلحة، إذا اقتضت المصلحة ذلك فإنه يعود،
يمكن أن يعود نصرانيا ويمكن أن يعود يهوديا، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما عاد غلامه، فحينئذ يعني عيادة المريض أمرها واسع، لكن هذه الأجور مترتبة على زيارة المسلم وليست مترتبة على زيارة غير المسلم. ويعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، طبعا حديث ذاك من عاد مريضا أو زار أخا له في الله، فهو يعني وإن كان الأول ليس فيه ذكر أنه عاد أخا له في الله، لكن هذا وهذا من البابة نفسها، هذا الذي يظهر، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العيادة من الرمد. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا حجاج بن محمد عن يونس، عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. نعم، يعني هذا حديث عن زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. ومعلوم أن وجع العينين قد لا يخرج الإنسان من بيته، يعني يمنعه من الخروج من بيته، لأن المشكلة في النظر عنده. وإن كان يعني الرمد يعني هو نوع من التحسس ومن كذا، يعني لا يصيب الإنسان بألام في جسده، فلذلك يعني حتى لو كان المرض في نظر الإنسان قليلا، فإن هذا لا يمنع من ماذا؟ من عيادته. أحيانا يكون المرض في عين بعض الناس مرضا قليلا أو مرضا ليس له أثر كبير، لكنه يكون أثره كبيرا. ومما يذكره بعض الناس، وهذا ذكره لنا الشيخ أبو غزوان رحمة الله عليه، الشيخ محمد نسيب الرفاعي، وكان قد أصيب بالإنفلونزا، فذكر لنا من يعني مما أصابه، من شدة ما أصابه، أن وزيرا كان بينه وبين أحد الملوك يعني القديمين يعني موعد، فتخلف عن موعده أو تخلف عن مجالسة الملك، فقيل له في ذلك، فسأل عنه فقيل إنه مريض ولا يستطيع الخروج من منزله. قال فلما فقال الملك: لابد من عيادتي طالما أنه مرض مرضا منعه من الخروج إليه. فلما أراد أن يدخل عليه قالوا له الملك، قال: ماذا أقول له؟ يعني مرشح، إيش أقول له؟ فيقول الشيخ، قال: فعور عينه، يعني حتى إيش؟ حتى يكون هناك شيء فعلا يحتاج. فلما رآه على تلك الحال قال له: الحمد لله أنك لم تصب بالإنفلونزا، يعني من شدة ما. فالملك يعلم أن هذه ربما تقعد الإنسان، فرحمة الله على أخينا أبي علاء أصيب بها فأخرجت فمنعته من الخروج إلى المسجد. صحيح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج من الطاعون. طبعا الحديث إسناده حسن، لكن يعني الحديث صحيح في النهاية. إسناده إيش؟ ليش؟ يونس بن أبي إسحاق. طيب تفضل. قال: باب الخروج من الطاعون. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب جاء إلى الشام حتى إذا كان بسرعة لقيه أمراء الأجناد. حتى إذا كان بسرعة، بسرغ بالمعجمة، معجمة مين عنده أيضا؟ حاشية. قال: بسرع هكذا بخط الحافظ، وهو لغة في سرغ بالمعجمة. أما خط كما في الحافظ فنحن نعلم أن الحافظ رحمه الله تعالى يعني يهمل كثيرا من المعجمات، أو يعجم كثيرا من إيش قلنا، يهمل كثيرا من المعجمات. الحافظ كثيرا ما يترك النقط. نحن نعرف أن خط الحافظ رحمه الله عليه أنه يترك كثيرا من النقط في نسخه، فلذلك لا يعتبر ما يهمله الحافظ من النقط نسخة. واضح الأمر؟ ولا سرغ معروفة هي يعني مكان من بلاد الشام. نعم، سرغ بالمعجم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد
أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا عليه، فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو داود: يعني الطاعون. نعم، هذا الحديث يعني من الأحاديث المشهورة في كتب الاعتقاد. إيش علاقة كتب الاعتقاد؟ يذكرونه في باب القدر، وأن عمر رضي الله عنه لما سمع بالطاعون في بلاد الشام فتوقف واستشار الناس، فأشار عليه لعله طلحة، المهم واحد من الصحابة رضي الله عنهم أشار عليه، ربما عبد الرحمن بن عوف، أنه يعني ما الذي يمنعه من الذهاب أفرارا من قدر من قضاء الله أو من قدر الله؟ فقال له: غيرك قالها يا عبد الرحمن، أو يعني واحدا آخر من الصحابة، لكن لعله عبد الرحمن، قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. استشار في ذلك، جمع من عنده من الصحابة، فأشار عليه المهاجرون أو أهل بدر بأنه يرجع، وأشار عليه غيرهم بأنه يعني أن يتقدم، فعزم أن يرجع. فلما عزم أن يرجع راجعه من رجعه من الصحابة، فجاء أبو عبيدة بن الجراح، فجاءه من عبد الرحمن، إذن الذي راجعه ربما أبو عبيدة. على كل حال راجعه واحد من الصحابة، أبو عبيدة أو طلحة، المهم، ولكن الذي جاء بالخبر أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وعبد الرحمن بن عوف، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قدمتم على إيش الحديث؟ إذا سمعتم به بأرض، نعم، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا، إذا نعم إذا قدمتم على أرض فيها الطاعون، أو سمعتم به في أرض فلا تدخلوها، وإذا دخلتم فيها فلا تخرجوا فرارا منها. قال: وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، يعني من الطاعون. وهذا الحديث يعني يدل على ما يسمى يعني فيه نوع من الإشارة إلى ما يسمى بالحجر الصحي أو الحجر الصحي، أنه إذا كان في بلد أصل أنه لا يدخلها أحد ولا يخرج منها أحد حتى ينتهي الطاعون الذي فيها، هذا هو الأصل. والحديث الصحيحين. نعم. قال رحمه الله تعالى: طيب باب، لماذا يذكر إذن في باب القدر؟ ماشي في باب القدر، لماذا يذكرونه في باب القدر؟ ها، القصة التي فيها فرار القدر. طيب ليش؟ المسلم يأخذ بالأسباب، المسلم يأخذ بالأسباب، ولكن ما السبب؟ يعني ما الذي منع عمر من الدخول في الأرض؟ أرض فيها طاعون ما دخله ويدخل فيها ويخرج، إيش مشكلة؟ يخشى ماذا؟ عدوى. العدوى، يعني يذكر في باب قضية تأثير العدوى، فيذكرونه في مقابلة حديث لا عدوى ولا طيرة، وأن العدوى حق في نفسها، ولكن لا يجوز أن يظن الإنسان أنه لا يحصل المرض إلا بعدوى، بل يحصل المرض بأسباب أخرى غير العدوى، ولا يتعرض الإنسان في نفس الوقت إلى العدوى، لا يعرض نفسه إلى العدوى، ولا يجعل العدوى هي الأصل في كل الأمراض. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: اشتكيت بمكة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، ووضع يده على جبهتي، ثم مسح صدري وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته. نعم، هذا الحديث صحيحين، وهو في البخاري، شيخه في البخاري من؟ مكي بن إبراهيم، يعني فهو إيش؟ أعلى درجة في ذلك الموضوع، وإلا بقية الإسناد كما هو. وأما المتن ففي الحديث، يعني حديث أنه قال: اشتكيت بمكة شكوى شديدة، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث بأطول من هذا، وذكر فيه يعني القصة،
ثم في النهاية قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. احنا ذكرنا القصة فيما سبق، مر معنا هذه القصة أن التي ذكر فيها عائشة أنه مات، أنه يعني ربما يموت ولم يدع إلا هذه البنت، هذه التي تروي عنه الحديث، ذكرتم الحديث، وقال الثلث والثلث كثير، وذكر قصة ابن خولة إيش الصحابي إيش اسمه، مش سعد، لا مو سعد، لا إيش اسمه، لا لا مو سعد، ولكن البائس إيش، على كل حال لعلي أذكره بعد قليل. على كل حال فهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح صدره بطنه ودعا له. إذن فيستحب عند عيادة المريض أن يدعو الذي يعوده له إذا كان واحدا، إذا كانوا جمعا فلو دعا له واحد يعني يمسح على موضع الألم ويدعو له فإن ذلك من السنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال في الحاشية: وبعد هذا الحديث جاء في نسخة كاف ما يلي: حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو داود قال ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. قال سفيان: والعاني الأسير. نعم، لكن هذا الحديث ليس فيه يعني موضع شاهد للباب، حديث فيه أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني وعيادة المريض. هذا الحديث ربما يكون أنسب ل يعني فضل عيادة المريض، ليس فيه ذكر الدعاء، أو أن أبا داود يعني يشير إلى رواية معينة وكذا لا نعلمها. أما هذا الحديث بهذا اللفظ يعني ربما يكون، والحديث هكذا بلفظه وسنده في البخاري كما هو، فربما يعني يشير أبو داود إلى رواية أخرى وغير ذلك، وإلا فالحديث لفظه لا يعني لا يناسب هذا الباب، يناسب أن يكون في فضل عيادة المريض أو في عيادة المريض في الجملة. نعم. أخونا يقول بحث فوجد أنه سعد بن خولة، فإذا نرجع إلى ما في البحث، جزاك الله خير. نعم. أحسن الله إليكم. ذكر في الحاشية أن المزي قال عن الحديث السابق: هو في رواية ابن العبد وابن داسة. إيه يعني ليس في رواية اللؤلؤي؟ نعم. المزي. إذن هذا نسخة وليس في ليس في اللؤلؤي، ليس في اللؤلؤي ولا في الأعرابي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية تمني الموت. حدثنا بشر بن هلال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدعون أحدكم. أبا مالك يبدو أنك انتقلت. وين هذا الحديث؟ الحديث الذي أقرأه الآن رقمه عندكم 803,000. طيب، إذن لابد من أنك ترجع. أرجع إلى أو أذهب إلى باب الدعاء للمريض. يعني هو باب دعاء المريض أخره بعد هذا، أخره بعد هذا الحديث. يعني هذا الباب فيه 3 أحاديث ذكرت أنت. على كل حال نحن عندنا باب الدعاء للمريض عند العيادة انتهينا منه شيء؟ لا لم نقرأه بعد. عجيب. طيب، باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة جعلهما بابان، أي بابين. طيب الثاني، إذن باب الدعاء للمريض عند العيادة أول حديث فيه لابد من أن يكون هذا ملاصقا لذلك، صحيح؟ يعني هذا بعد هذا. إيه، أما نجعل بينهما بابا مختلفا، صحيح؟ طيب أقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء للمريض عند العيادة. حدثنا الربيع بن يحيى حدثنا شعبة حدثنا يزيد أبو خالد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. نعم، هذا الحديث إسناده يعني حسن، ربما حسن، لكن هو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الإسناد فيه 2 يعني أقل من رتبة الثقة، أبو خالد والثاني الربيع، الأول الربيع، وكذلك وهناك ثالث أظن من هال، يعني 3 هؤلاء كل منهم صدوق، يعني أبو خالد هذا إيش اسمه يزيد صدوق يخطئ كثيرا، كان يدلس، وهذا يعني فيه يعني كلام شديد، وكان يدلس طبعا راوي عنه شعبة فلا يضر تدليسه، ولكن المشكلة تدل على كثرة الخطأ، إلا أن الحديث يعني له ما يعني يقويه من الروايات فلا يضر. نعم، والمنهال كذلك صدوق ربما أخطأ، والربيع يعني كل من هؤلاء عنده مشكلة في حفظه، ولكن هذا يدل على أنهم حفظوا هذا الحديث بالذات. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد بن خالد، قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب، حدثنا ابن وهب عن حيي بن عبد الله عن الحبلي، عن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. نعم، الأول الحديث السابق هذا فيه هذا الدعاء بالذات، أنه يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، وأنه يقول هذا 7 مرات، وأنه إذا فعل ذلك إلا عافاه الله من ذلك المرض. هذا إذا كان ما حضر أجله، يعني إذا كان لم إذا كان مرضه ليس مرض موت فإن هذا ينفعه في ذلك. والحديث الثاني فيه حيي بن عبد الله، وهو صدوق يعني صدوق يهم، وبعضهم ذكر أن مشكلته أحيانا تكون بسبب من يروي عنه، وعبد الله بن وهب هذا هو آخر من روى عنه، آخر من روى عنه، لكن الحديث يعني هذا الإسناد يعد بهذا الشكل حسن يعني إن شاء الله، وفيه أيضا الدعاء لمن يعوده بهذا الدعاء: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو ينكأ لك عدوا أو يمشي لك في جنازة. ينكأ لك عدوا يعني أن يكون له يعني في عدو الله يعني يشتد عليه في يعني في القتال، يكون في نكاية في الأعداء، أو يمشي لك في جنازة، لأن المسلمين إذا يعني إذا اجتمعوا في القتال كان لهم نكاية في أعداء الله، أو يمشي لك في جنازة. نعم. قال أبو داود، قال أبو داود وقال ابن السرح: إلى صلاة، يعني إلى صلاة أو إلى جنازة، وربما يكون مقصود إلى صلاة يعني إلى صلاة يعني إلى جنازة، إلى صلاة جنازة، يعني يكون نوع من الإيش يعني من التنوع في اللفظ. نعم. إيش هو ينكأ أو ينكأ بدون يعني بدون فتح، يعني اللهم اشفي عبدك فلانا ينكأ لك عدوا، يكون هذا يعني على المعنى على وجه الجزاء مجزوما، أو ينكأ لك عدوا يعني أنه الدعاء مستمر أنه اجعله ينكأ عدوا وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية تمني الموت. حدثنا بشر بن هلال، حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم، هذا الحديث من أحاديث الصحيحين، وله روايات يعني أخرى. قضية أن يدعو الإنسان على نفسه الموت أو أن يتمنى الموت، هذا من الأمور المكروهة، ولأن الإنسان لا يعلم أين الخير،
في بقائه أم في وفاته، بل عليه أن يتمنى ما هو خير له، لأن الإنسان إذا مات في وقته وكلنا مذنب فقد يموت يعني من غير أن يحقق التوبة المطلوبة، قد يعيش يكتب له أعمال صالحة يكتب له توبة. الله عز وجل أعلم بما يحتاج هذا الإنسان، وجاء في إحدى بعض الروايات اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفاني إذا كانت وفاته خيرا لي. فالأصل أنه يدعو الله عز وجل إذا شعر بهذا الأمر وشعر بالضيق أنه يدعو الله عز وجل بماذا؟ بأن يختار له الخير. وقد دعا البخاري رحمه الله تعالى إما بهذا الدعاء أو أن يقبضه إليه بشكل مطلق، لأن حصلت الفتنة وحصل يعني ما حصل بينه وبين أمير خراسان، وحصلت قضية الفتنة لما تكلم بقضية اللفظ واشتد عليه الذهلي وتكلم عنه وجافاه وهجره وتكلم فيه حتى تركه الناس فضاقت عليه نفسه فقال اللهم اقبضني إليك، أو أنه دعا بهذا الدعاء اللهم إن كان يعني أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، فقبض من الليلة التي دعا بها ذلك الدعاء. ولكن كتابه كتب له القبول يعني أكثر بكثير من كتاب الذهلي. يعني كتاب الذهلي لو سألت أحدا عن كتاب الذهلي غالب ليس عام العام عوام الناس، غالب طلاب العلم لو سألتهم ما اسم كتاب الذهلي لا يعرف، هل اطلعت على شيء منه لا تعرف ها؟ وغالب من يروي يعني من يروي عن الذهلي من ذلك الكتاب لا يشير إلى الكتاب أصلا. وبالتالي لكن علم البخاري هو الذي حفظ، بل جعل علم البخاري بعد يعني ما حفظ من علم البخاري بعد كتاب الله يعني على شبه إجماع من المسلمين. فلا يضر الإنسان هجران أحد ولا ينفعه قربان أحد. وربما يكون الإنسان في الدنيا يعني يظن أن الناس هجروه وأن علمه ضاع وأن فلانا يعني تكلم فيه وفلان يعني هجره أو هجره الناس بسبب هجران فلان تكلموا فيه. البخاري تكلم فيه أنه صاحب بدعة، أنه ابتدع هذه البدعة وكذا، وكان ذلك عن تشدد، نوع من التشدد يعني الشدة الشديدة، وإلا البخاري كان هو أولى بالصواب في ذلك. لكن هذا التفصيل يعني كان يعني محفوفا بالخطر، هذا التفصيل الزائد كان محفوفا بالخطر، لأنه إذا تسرب إلى نفوس أولئك وما زالت فتنة خلق القرآن ماثلة والوقت قريب، فربما فعلا يترتب بسبب ذلك خطر. لكن ما فعله الإمام البخاري كان بالنسبة إلينا من جئنا بعد ذلك أنفع بكثير مما فعله الذهلي، واضح؟ ولذلك لا يترك الإنسان سنة من أجل الناس، ولا يترك القول بالصواب من أجل الناس مهما بلغوا من العلم، ولا يعني يهتم بأن هجره فلان تكلم فيه فلان ولو هجره الناس، ولو لم يبقى معه كم بقي مع البخاري، مشى في جنازته ثلاثة مع أنه استقبله لما جاء 140,000 أو 130,000 وأخذوا عنه العلم وكتبوا عنه، وقيل بسبب ذلك هجر الإمام مسلم شيخه الذهلي أيضا. لذلك لا يروي الإمام مسلم عن الذهلي في صحيحه كله، البخاري روى عنه ومسلم ما روى عنه، فكان مسلم أشد على الذهلي من البخاري نفسه، ومع ذلك مسلم لم يروى عن البخاري أيضا، لم يروى عن البخاري، وكان هذا أنفع للمسلمين، لأنه لو اكتفى بالرواية عن البخاري ربما اكتفى بها عن الرواية عن غيره، فكان له في أشياخ البخاري شيوخ يعني عن طريق غير البخاري، فصار هذا يعني زاد في طرق الحديث، لو رواه عن البخاري لقلت هذه الطرق، فكانت أنفع للمسلمين. وهذا يدل على حكمة الله عز وجل أن هذا أنفع للمسلمين، حصل لنا طرق في من 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 في هذا الحديث من غير طريق البخاري، جاءت من طريق مسلم، لو فعل مثل ما فعل غيره، يعني مثلا الآن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندنا المسند، وجاء مثلا أبو داود روى أحاديث موجودة في المسند، فهي فقط يعني النزول بدرجة في شيخ من الشيوخ، بينما لو جاءت عن غير طريق الإمام أحمد هذه حديث أبي داود لكان هذا أنفع، لأنه يحصل بها تقوية لتلك الطرق. شاهد من هذا الحديث
أن البخاري دعا الله عز وجل حينما ضاقت نفسه فقبضه الله، لكنه في الحقيقة ما كان متضررا، التضرر كان نفسيا فقط، علمه لم يتضرر، وسمعته في بقية بلاد المسلمين ما تضررت. ولا يوجد مسلم عنده طلب للعلم الآن في هذا الزمان إلا وعنده صحيح بخاري، يعني أكاد أجزم بذلك. وربما لو أن مسلما من المسلمين أعرض عن صحيح البخاري على وجه التعمد الآن ربما نشك في دينه، يعني صاحب علم أعرض عن صحيح البخاري نشك في منهجه، مع أنه في ذلك الوقت الذي كان يعيش فيه تكلموا فيه وهجروا، واضح؟ فدعا الله عز وجل فقبضه الله من ليلته. فلما قبضه الله من ليلته بعد ذلك انتشر ما رواه الإمام البخاري، وعلم أن مروياته كانت أحسن من مرويات غيره، يعني ما كان في صحيح البخاري أبعد عن الشبهة من أي كتاب آخر، فهو أكثرها حفظا وأكثرها إتقانا وأكثرها يعني من حيث الاتصال لا تكاد تشك في إسناد من أسانيد البخاري، بخلاف أي كتاب غير كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وضحت القضية؟ نحن نريد الناحية التربوية، التعامل مع الآخر، أنه أنا لا أتعامل مع الآخرين على وجه أتقيهم فيه فأضيع العلم بسبب اتقائي لخصومي، بل ينبغي علي أن أتمسك بالحق وأن أجهر به، وإذا لم أجهر به لا أتراجع عنه، لا أتراجع عنه. سواء الإمام بخاري تمسك بالحق وسأل الله أن يقبضه ولم يتراجع مع أن الناس كلهم قلوه وتركوه وهجروه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت، فذكر مثله. يعني الأول فيه: لا يدعون أحدكم بالموت لضر أصابه أو نزل به، والثاني لا يتمنين، بدل لا يدعون لا يتمنين، والمتمني قد يدعو أيضا، فلا يعني لا إشكال في الروايتين. نعم. صلى الله عليكم، الحديث السابق فيه لطيفة، رباعي أعلم عند أبي داود. رباعي، نعم نعم، من أعلم يقع لأبي داود. قال رحمه الله تعالى: باب في موت الفجأة. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة وسعد بن عبيدة عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال مرة عن عبيد قال: موت الفجأة أخذة أسف أو أسف. نعم. هذا الحديث يعني فيه أن الذي يموت إذا ترك له مجال لمرض، يعني مرض وربما اشتد به المرض أو طال، اشتد أو لم يشتد، فإن هذا المرض يكون سببا في تكفير الذنوب. وإذا استشعر الإنسان قرب الموت فإنه يحدث توبة ويعني يكثر التقرب إلى الله عز وجل فيموت على أحسن حال. يعني الذي يستشعر المرض أو يستشعر الموت بسبب شدة المرض يعني هذا يقربه إلى الله أكثر، فإذا مات على حال هي أفضل هذا أفضل له. ولكن إذا غضب الله من عبد معين واشتد غضبه عليه فإنه يقبضه من غير أن يشعره بذلك حتى يموت على حاله، واضح؟ فهذه معاملة بالعدل. وأما من يعني يمد له في عمره حتى يعني يحسن ما هو عليه من التدين ويعني يحصل بسبب ما يصيبه من الكربة ومن يعني هول المرض فإن ذلك يكفر عنه ويخفف عنه، هذا من فضل الله عز وجل عليه، وإن كان العبد نفسه لا يستشعر هذا الفضل عندما يرى أن فلانا من الناس مريض. أحيانا نفس المريض يستشعر، المريض يقول: أنا أمر بأيام أشعر فيها بالقرب من رب العالمين أفضل من أيام الصحة، وأنت عندما تراه ربما لا تظن هذا، لا تستشعره. هذا أمر. وإن كان أحيانا يعني يكون الموت راحة للمؤمن، يعني موت الفجأة يعني من غير سكرات وراحة لأهل الإيمان، يعني نريحهم في الدنيا من السكرات والله عز وجل يتفضل عليهم.
موت الفجأة قبضة أسف يعني قبضة غضب، أو أخذة أسف يعني أخذة غضب، يعني الله عز وجل قبض العبد إذا أخذه في أثناء قبض يعني في فجأة فإنه يكون ماذا؟ يكون ذلك عن غضب، غضب شديد، وقلنا الأسف هو شدة، هو شدة الغضب، كما قال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. أو أخذة أسف أو آسف، هو يعني هو مروي بهذا، مروي بأسف بفتح السين وبكسرها مع المد، يعني آسف يعني غاضب، يعني غاضب. إيش عندك في الأرقام بالحروف؟ هذا كان ينبغي أن تنتبه إليه من البداية. أحسن الله إليكم. في الحاشية قال أخذة أسف أو أسف، الضبط من كاف وفي سين أسف، وفوقها قصر أي ليست آسف. نعم، وأسف فقط هذا الذي ذكره. إيه لا، وجدت رأيت مكتوب بالحروف آسف، يعني إذا كانت بكسر السين فيه نسخة أنها آسف مع مد الهمز يعني غاضب. موجود عندك شيء ولا شيء عندك؟ عجيب، ما في. طيب إذا بحث حتى إذا وجدت تنبهنا إليه إن شاء الله تعالى، لكن هذا يعني مر بي وكنت يعني المقصود من كلام أنه إما أسف، عفوا، إما أسف بمعنى غضب، وإما أسف أو آسف، وآسف هذه فقط مع الكسر يعني غاضب. أيه؟ يقال أسف يأسف أسفا، فهو آسف إذا غضب، هو آسف إذا غضب. طيب ما نريد الحروف فقط، ضبط الحروف عندك؟ أشد الحزن. لا احنا لا نريد هذا النوع، احنا نريد الغضب. نعم، طيب اكمل لعلك تجد شيء، تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل من مات في الطاعون. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث، وعتيك هو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه، أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن أو يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا أوجب فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. قالت ابنته: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع أو بجمع شهيد. قال أبو داود: الجمع أو الجمع أن يكون ولدها معها. نعم، هذا الحديث في إسناده عبد الله بن جابر بن عتيك، وصحيح يعني رأيت يعني كلاما مختلفا في هذا الراوي، فابن حجر رحمه الله تعالى قال فيه مقبول، وابن القطان قال لا يعرف روى عنه غير عبد الحميد، أو قال يعني ذكر يعني ذكر بعضهم أنه ما روى عنه غير عبد الحميد، وكما تلاحظون روى عنه الآن مالك في هذا الموضع، ومالك من المنتقين، وابن حبان أورده في الثقات وقال روى عنه الناس،
روى عنه فلان والناس، يعني عبد الحميد والناس. الشاهد من الكلام أن هذا يعني يدل على أن الراوي أحيانا لا ينتبه الناس إلى من يروي عنه، فهو يعني على الأقل صدوق، على الأقل صدوق. فقوله مقبول الظاهر والله أعلم، لأنه يعني رأى أنه روى عنه واحد فقط، وأنه وبعضهم قال روى عنه جمع ولم يوثقه أحد. الواقع أنه وثقه ابن حبان. جميل، واضح يا عمر؟ خليك معي. روى عنه مالك، ومالك ومالك ممن مالك، انتبهوا معي. ايش في؟ فالراوي اذا يعني اذا كان عنه جمع من الرواة واورده ابن حبان في الثقات، هذا توثيق لابن حبان، فمثل هذا يكون صدوقا، مثل هذا يكون صدوقا. واذا قال فيه فلان لم يروى عنه الا فلان، هذا لا يعني لا يضره طالما انه روى عنه غيره، وبالتالي فتجهيله مع ذكر السبب يدل على ان الحكم متعلق بذلك السبب. اذا زال السبب زال المسبب. الحديث اسناده حسن، الحديث صحيح لغيره، ومر معنا موضوع المطعون الشهيد والمبطون الشهيد الى اخره، سبق معنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المريض يتعاهد من أظفاره وعانته. وفي نسخة: يأخذ من أظفاره وعانته. يؤخذ، نسخة يؤخذ. باب المريض يؤخذ وليس يأخذ، لأن الكلام عن أنه يعني أنه يحلق له ولا لا، لكن الحقيقة الحديث الذي ذكره يصلح لهذا ولهذا، يعني ما يذكره داخل هذا الباب يصلح للأخ لمن يأخذ من يؤخذ منه. نعم. باب المريض يتعاهد أو يتعاهد، إذن ممكن يتعاهد ويتعاهد، يؤخذ أو يأخذ، كل هذه تصلح للباب. باب المريض يتعاهد من أظفاره وعانته. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهاب أخبرني عمرو بن جارية الثقفي حليف بني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة عن أبي هريرة قال: ابتاع بن الحارث بن عامر بن نوفل خبيبا، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا لقتله، فاستعار من ابنة الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتته فوجدته مخليا وهو على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها فيها، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قال أبو داود: وروى هذه القصة شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين أجمعوا يعني لقتله استعار منها موسى يستحد بها فأعارته. أجمعوا أو اجتمعوا، على كل حال هذا الحديث مناسبته للباب يعني أنه إذا توقع الإنسان القتل أنه يتطهر، يعني يطهر، يتنظف، يهيئ نفسه للموت، فيبدو أنه وجد نفسه ليس يعني مناسبا للموت. وتعلمون أو من يعلم منكم الحديث في أنهم خرجوا أصلا وكانوا جماعة وغدر بهم، يعني طلب إليهم أن يقدموا الأمان فامتنعوا من ذلك، وبعضهم قدم الأمان فأخذ من قدم الأمان وصارت غدرا، يعني حصل فيه غدر، وكان ممن غدر به خبيب فأخذ، وكان قد قتل أبا الذين اشتروه بعد ذلك في بدر فأرادوا قتله فوضع كما ذكرنا هناك، وكان موثقا مربوطا يعني، فدرج إليه ذلك الصبي يعني أنه إيش وصل إليه، فأخذه ووضعه في حجره، فلما رأته المرأة وهي طبعا صحابي روت هذا الحديث بعد ذلك أسلمت وروت هذا الحديث، خافت على ولدها
فقال أتخافين أن أقتله؟ يعني كما يفعل الكفرة عندما يكون الإنسان في خطر شديد، يأخذ أولاد هؤلاء ويجعلهم رهائن من أجل أن يفك نفسه، وإلا فيقتل، يعني إما أن تطلقوني وإما أن أقتل الذي أخذه. فهذا الذي خشيته أو خافت منه قال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. طيب لماذا ما كان لفعل ذلك مع أنه من أبنائي من يريد قتله؟ ما لكم؟ يجوز قتله؟ لا ذنب له. طيب ما يجوز قتله، بس هذه المشكلة، أنه هذا الصحابي لا يمكن أن يفعل مثل هذا الأمر. ما ذنب ذلك الطفل في من يريد قتله؟ يعني حتى لو أراد أن يفعل ذلك فسيقولون اقتله، هل يستطيع قتله؟ يمكنه، يعني يجوز له أن يقتله؟ ما يجوز، واضح؟ لكن هذا لو كان تفجيريا تكفيريا، يعني مذهب الصحابة هذا ليس مذهب المخالفين لمذهب الصحابة. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت. حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث، قال: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. نعم، إذن باب ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت، وحسن الظن بالله عند الموت هو المقدم. لماذا؟ لأن الإنسان عند الموت يخشى أن يقنط من رحمة الله وييأس، ولا يغلب الخوف. لماذا؟ لأن تغليب الخوف إنما يكون عندما يخشى على الإنسان التهتك يعني البعد عن الطاعة، بينما عندما يكون كيف سيقع في المعصية وهو يموت؟ إذن ماذا يغلب؟ يغلب جانب الرجاء، يغلب جانب الخوف عندما يعلم من نفسه أنه يعني قريب من الفتنة ومن المعصية. فإذا خرج من المعصية وابتعد عنها وابتعد عن فتنة المعصية وشعر بالذنب الشديد وكذا، حينئذ يعود إلى جانب الرجاء. فالعبد يتقلب بين الخوف والرجاء بحسب الحاجة، أو عفوا بحسب ما يعني يحل به. وإلا فالأصل والجادة أنه يعني يساوي بين خوفه ورجائه، فالخوف والرجاء كما قال ابن القيم كالجناحين للطائر، إذا سقط أحدهما سقط الطائر. واضح؟ طيب، الحقيقة ليس ابن القيم، هو ابن القيم نقل هذا الكلام، ربما نقله عن النووي أو عن غيرهم، ولا الكلام هذا أقدم منه ومن ابن القيم ومن ابن تيمية، يعني كلام أقدم. على كل حال فقط من باب لا أعزو خطأ، يعني هو ابن القيم نقل هذا وليس هو الذي ابتدأ قوله. وذكر هذا الحديث، حديث إسناده حسن بسبب أبي سفيان، هذا طلحة بن نافع، وطلحة بن نافع حسن الحديث، قال فيه ابن حجر صدوق: لا يموتن أحدكم إلا وحسن الظن بالله. كيف الإنسان يعلم أنه سيموت؟ يعني أن الإنسان يحسن الظن بالله دائما، وفرق بين زيادة الرجاء وبين زيادة حسن الظن. فحسن الظن يجتمع مع الخوف ويجتمع مع الرجاء، حسن الظن يجتمع مع الخوف ويجتمع مع الرجاء. يعني كما لو قلت مثلا: من حسن ظني بالله أنه يعني يدمر الكفرة، وأنه وأنه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ومعلوم أن الأخذ يغلب فيه جانب الخوف وليس الرجاء، لكن حسن الظن هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. ولكن حسن الظن يجتمع مع الرجاء أكثر من اجتماعه مع الخوف. فإذا أحسنت الظن بالنسبة لربك سبحانه وتعالى، بالنسبة لمعاملتك أنت، فهذا فيه جانب الرجاء. واضح الأمر؟ طيب، لكن لماذا قال لا يموت؟ يعني عندما يكون قريبا من الموت، عند سكرات الموت، وكان إنسان يعني قريب من الموت، فالمطلوب منك أنت أنك تذكره بحسن الظن، يذكره بحسن الظن. يعني واحد قريب من الموت وإن كان عنده بعض المعاصي سابقا، فماذا يفعل الآن؟ تقول له: عليك بالاستغفار، الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغيره، وعليك أن تحسن الظن بالله، أنت من فضل الله كنت أن تصلي وكذا، لعل الله عز وجل كفر عنك ما كان منك. من يعني المهم أنك تنبهه على ماذا؟
على البعد عن اليأس، لأن الإنسان في تلك اللحظات في خوف شديد أنه يموت على حال لا يقبل الله عز وجل منه الطاعة، يعني يموت على يأس. الشيطان يحاول معه أن يعني أن يأسه، ولذلك يعني لابد من يعني الرجوع إلى ما كتبه العلماء في مسألة حسن الخاتمة، هذا جيد ومهم. وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عند قبل وفاته بقليل أو ربما بأيام حتى كان يغيب عن الوعي ثم يعود، ثم يغيب ثم يعود، فظنه بعضهم مات. وفي مرة من المرات قال لا ليس بعد، لا ليس بعد، فتعجب الحاضرون. فلما يعني فبعد أن استيقظ وبعد أن أفاق سألوه عن ذلك، فقال عرض لي الشيطان وقال فتني يا أحمد، فقال له ليس بعد. يعني إيش؟ يعني ما زلت يمكنك أن تضلني، فلا تظن أنني سوف آمن مكر الله. باب يعني هذا يدل على أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني حرص على عصمة الله له إلى آخر لحظة من حياته، وهذا بسبب، وهذا ربما يكون من آثار يعني حرصه على عصمة القرآن أو يعني حفاظه على القرآن، فحفظ إلى آخر لحظة من حياته، ولذلك يعني نال هذه الإمامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تطهير ثياب الميت عند الموت. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أنه لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. نعم، هذا الحديث فيه يحيى بن أيوب الغافقي، وهو حسن الحديث، قال فيه ابن حجر صدوق ربما أخطأ. وأما التبويب فنلحظ أن لفظ التبويب ليس هو لفظ الحديث، ليس لفظ الحديث حديث، الحديث فيه أنها جدد، يعني فعل ابن أبي سعيد أنها جدد، بينما الحديث فيه أنها تطهير. فلعل أبا داود أراد أن يشير إلى أنه لا يوافق أبا سعيد في معنى الحديث، واضح؟ فأبو سعيد أخذ باحتمال من احتمالات الحديث، فالعرب إذا قالت في الشيء يعني ثياب فقد يقصدون الثوب الذي يلبسه، وقد يقصدون نفس الإنسان وعمله. العرب تطلق الثياب على اللباس الذي يلبسه على بدنه، أو على على ماذا؟ على العمل. إيش في القرآن فيه من هذا؟ ولباس التقوى ذلك خير. فاللباس والثياب تطلق في لغة العرب على الأعمال، وتطلق على الثياب على عفوا على الألبسة التي يلبسها الإنسان في الخارج. هذا وهذا، هذا موجود في لغة العرب. فهل قصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث في ثيابه التي يموت فيها، يعني الملابس التي يلبسها، أم يبعث في ثيابه التي يموت فيها، يعني الأعمال التي يعملها؟ هناك ما يشهد للأعمال من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يبعث العبد على ما مات عليه، يعني من عمل، هذا هو الظاهر من الحديث، وهذا المهم. لا يهم الإنسان أنه يموت في لباس أبيض أو أسود أو أخضر أو غير ذلك، هذا لا يضره ولا ينفعه عند الله. الذي يضره وينفعه عند الله هو إيش؟ حسن العمل، أنه يختم له بحسن العمل. وكذلك في قوله تعالى: وثيابك فطهر، يعني ولم يكن طبعا الكلام عن قضية طهارة الثياب للصلاة وغير ذلك، هذا ما كان قد شرع، وإنما كان المقصود إيش؟ وثيابك، يعني تطهر نفسك من الشرك، من رجز الشركي، لأن الشرك فيه رجز ونجاسة. ولذلك العلماء يقولون الرجز قد يكون معنويا وقد يكون حسيا، فالثياب التي يصيبها الرجز المعنوي هي إيش؟ ما لكم؟ الثياب التي يصيبه الرجز المعنوي الأعمال، والثياب التي يصيبها الرجز الحسي هي الملابس التي يلبسها في الخارج. فيبعث الإنسان في ثيابه التي يموت فيها، وكأن أبا داود أراد أن يشير إلى الآية: وثيابك فطهر، فقال: باب تطهير ثياب الميت عند الموت، يعني قبل الموت، يعني أنه إيش؟ يستذكر آية وثيابك فطهر،
وإلا ليس مذكورا في حديث أبي سعيد هنا الكلام على أنه الطهارة، وإنما كلام عن إيش؟ قال الحديث إن الميت يبعث، إن الميت يبعث في ثيابه التي تموت فيها، ليس فيه ذكر الطهارة. وأبو سعيد ماذا فعل؟ نظر إلى جدة الثياب وليس إلى طهارتها من هذا الجانب، فأخذ بأحد احتمالات الحديث. وقول الخطابي أخذ أبو سعيد بظاهر الحديث غير ظاهر، لأن ظاهر الحديث محتمل لهذا ولهذا، وإلا لقلنا إن ظاهر الآية وثيابك فطهر يعني أنه الملابس دون العمل، وماذا يستفيد من ثيابه التي طهرها وهو إنما بدأ بالدعوة إلى التوحيد. الشاهد من كلام عند الظاهر التركيبي يمنع هذا المعنى في الآية، أقصد ثيابك فطهر. وكذلك هذا الحديث، الحديث محتمل لهذا ولهذا على وجه السواء، محتمل لهذا ولهذا على وجه السواء، لكن الظاهر الحالي يمنع أو يضعف الاحتمال الملابس، يجعله احتمالا ليس هو الأقوى، بل الاحتمال الأقوى هو العمل. لماذا؟ لأن الظاهر الحالي أن الميت يحتاج إلى تحسين عمله قبل موته وليس تحسين الثياب. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمل. وقال إيش خواتيمه، إيش الحديث خير إيش في حديث إنما الأعمال بخواتيمها، ابحث الحديث والله. شاهد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن خواتيم الأعمال وأنه يعني من ختم له بخير، وحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وغير ذلك. فهذا يعني يدل على أنه معتبر قضية خير العمل أو العمل الخير في آخر عمر الإنسان. أما قضية تغيير الملابس فما فعله أبو بكر قد يعني يعارض هذا. أبو بكر رضي الله عنه كان عنده ثوبان، فجيء بالثوب الجديد فقال إنما هذا إنما هو للمهلة، يعني للضياع، سوف لن يبقى، فأخذ ثوبا خلقا ولبسه وقال إنما هو للمهلة أو إنما هو للمهلة، يعني لوقت قصير فلا حاجة به إلى أن انتفع بأنه وقت ما بين كفنه وما بين دفنه، فما حاجته إلى ثوب جديد. فأبو بكر عمل بخلاف هذا، وهو ممن تفضل إيش وجدت الحديث إنما الأعمال بخواتيمها ولا بالخواتيم، بخواتيمها لفظ خواتيم ولفظ بالخواتيم. طيب إذن في حديث إنما الأعمال بالخواتيم ولفظ آخر إنما الأعمال بخواتيمها، وهذا كله يشهد لقضية أن الأعمال هي المقصودة وليست الثياب. فما الذي حصل من أبي سعيد؟ الذي حصل أنه أخذ بأحد أو بما ظهر له من الحديث، والحديث يظهر له ويظهر لغيره، كل منهم يظهر له ما، وإلا الحديث محتمل لهذا ومحتمل لهذا، حديث محتمل لهذا ومحتمل، ولكن الاعتراض فقط هو على قول الخطابي أنه قال أبو سعيد، أما أبو سعيد فقد استعمل الحديث على ظاهره، وهذا كلام ليس على إطلاقه. فقال كلمة على ظاهره معنى ذلك أنه يقول إن الذي يأخذ بالظاهر يخطئ، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وأبو سعيد أخذ بأحد الاحتمالات وليس بالظاهر، فالظاهر ليس ظاهر لفظ الثياب، الثياب ذكر الثياب عند الموت وتحسين الثياب عند الموت يشير إلى شيء ينفع الميت. ما الذي ينفع الميت عند الموت؟ العمل، هناك ما يقوي هذا الجانب فيجعله ظاهرا. فربما يفعل الصحابي من الصحابة الشيء يكون خلاف يعني خلاف ظاهر الحديث أو خلاف يعني ما ظهر لغيره، ويكون ظهرا له بهذا الشكل وخالفه الصحابة في ذلك، فدل على أن يعني هذا ليس هو الظاهر الوحيد. وأبو بكر الصديق هو لا شك أعلم الصحابة بمقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب أن يحضر الميت من الكلام. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قولي: اللهم اغفر له،
واعقبنا عقبى صالحة. وأعقبنا وأعقبنا عقبى صالحة. قالت: فأعقبني الله تعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم. واضح الحديث، يعني أنه يتكلم إنسان عند الميت بما فيه منفعة هذا الميت، اللهم اغفر له اللهم ارحمه إلى آخره. وهل المقصود لما مات أبو سلمة يعني عندما كان يعني في سكرات الموت أم بعد موته؟ الحديث محتمل لهذا ولهذا. والحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حضرتم الميت يعني قبل أن يموت، وليس المقصود إذا حضرتم الميت يعني بعد أن يموت، وإنما يعني يقال له هذا قبل موته، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في التلقين. حدثنا مالك بن عبد الواحد المسمعي، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثني صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة الحضرمي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الحديث هذا صحيح، لكن صحيح لغيره، ولكن فيه صالح بن أبي عريب، وقال فيه ابن حجر مقبول، وكذلك قال فيه نعم. إذن هذا الذي قال فيه ابن القطان لا يعرف حاله، لا يعرف له راوي غير عبد الحميد، وروى عنه جمع هذا، والأول أيضا صدوق لأنه روى عنه جمع وأورد ابن حبان في الثقات. وهذا قال ابن القطان لا يعرف حاله، روى عنه لم يروي عنه غير أو لا يعرف يروي عنه غير عبد الحميد هذا المذكور ابن جعفر. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: قلت بل روى عنه عبد الحميد بن جعفر وغيره من الناس، أو والناس يعني جمع من الناس رووا عنه، وبالتالي فترتفع جهالته بذلك، وقد أوردهم ابن حبان في الثقات فارتفعت جهالته بذلك. بل قال عنه ابن منده أو ابن منده مصري مشهور، يعني بالتالي ليس هو يعني يعني ليس بالذي يقال فيه مجهول، وإن كان طبعا بعض أهل العلم قال فيه المجهول، لكن هذه الصورة الكاملة يستحق معها صدوق وليس كلمة مقبول، والله أعلم. على كل حال الإسناد حسن والحديث صحيح لغيره. إيش كنت تريد أن تقول؟ إيش تفضل؟ كورلان أو المكسى إبراهيم. طيب، هناك من يعني استشكل هذه القضية أيضا، وقضية أنه طيب يبعثون يحشرون عورات وأول من يكسى إبراهيم، لكن من أهل العلم من أجاب أيضا عن هذا وقال إنه يبعثون في ثيابهم، ثم إذا حشروا يحشرون حفاة عراتا غرلا، وهذا لا مانع من فهمه بهذا الشكل، أنه لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن النشر، وإنما تكلم عن الحشر، وفرق بين الحشر والنشر، فهم يحشرون حفاة عراتا غرلا، لكن ربما يخرجون من قبورهم كما ولدوا، عفوا كما ماتوا، على الصورة التي ماتوا فيها ولباسهم الذي ماتوا فيه، ثم إذا حشروا صاروا سواسية في اللباس وفي البدن. ليس هناك ما يمنع، هذا من أجوبة العلماء عن هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، حدثنا بشر، حدثنا عمارة بن غزية، حدثنا يحيى بن عمارة: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. يعني لقنوا من يعني اقترب من الموت، لقنوا موت، ليس لا يصح في التلقين بعد الموت شيء، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن من جاء بعدهم. وحديث لقنوا موتاكم سورة ياسين لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء عن بعض التابعين، ما أدري إذا كان عمر بن عبد العزيز، المهم عن بعضهم أنه كان يلقنهم ياسين لكن قبل الموت،
أما ما يفعله الناس الآن يذهبون إلى القبور يقرؤون سورة ياسين على المقبرة فهذا من أغلظ البدع. لماذا؟ لأن يعني أن هذا الميت سورة ياسين بالذات يعني سورة ياسين الله عز وجل يقول فيها في سورة ياسين لينذر من كان حيا. يعني كيف تختار لما بعد الموت؟ نعم. طبعا التلقين هذا فائدته إذا أنه إذا كان من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا أيضا يشير إلى صحة ما فهمناه من حديث أنه يبعث العبد في ثيابه التي مات فيها، يعني آخر كلامه هو لا إله إلا الله والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب تغميض الميت. حدثنا عبد الملك بن حبيب أبو مروان، حدثنا الفزاري يعني أبا إسحاق عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره أو بصره فأغمضه، فصيح ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. بالقطع أم بالوصل؟ واخلفه. نعم. واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. نعم. هذا الحديث صحيح وإن كان الإسناد حسنا، وفي عبد الملك بن حبيب يعني خلاف، يعني هل يقال سنده حسن ولا لا، يعني هناك من ضعفه، وذكره الذهبي رحمه الله تعالى بأنهم يعني من العلماء وكذا، إلا أنه كان في الحديث ليس بمتقن، يعني لا يعرف له إتقان في علم الحديث، فلعله يعني يصلح أن يقال أنه حسن الحديث. ابن حجر كأنه قال فيه كلاما شديدا. مقبول؟ اي نعم مقبول. نعم. طيب، كأنه يستحق صدوق. على كل حال الحديث صحيح لغيره، الحديث صحيح لغيره. ومسألة يعني أن أم سلمة دعت بأن الله سبحانه وتعالى يخلفها خيرا منه ثابت، ولعله يأتي معنا إن شاء الله تعالى، ولا ما قد قدم جاء معنا تقدم. على كل حال الحديث معروف مشهور، وكان أبو سلمة رحمه الله تعالى رضي الله عنه أول المهاجرين، يعني أول المهاجرين أبو سلمة، أول من هاجر أبو سلمة، وتخلفت عنه أم سلمة لأنه منعها أهلها من الخروج معه، ثم تجاذبوا ابنها معها حتى خلعت يده، فبقيت وتأخرت عنه في الهجرة ربما سنة ثم تبعته، وكان من خير الناس أبو سلمة رضي الله عنه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يروي الحديث الذي نذكر، فجاء وأخبرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصيب بمصيبة فقال: اللهم اخلفني في، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الا اخلفه الله خيرا منها. فلما مات ابو سلمة قالت: ومن خير من ابي سلمة؟ ثم دعت الدعاء: اللهم اجرني في مصيبتي اخلف لي خيرا منها، فاخلفها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان خيرا من ابي سلمة. نعم. احسن الله اليكم. قال في الحاشية وزاد في اخر الحديث على حاشية كاف ما يلي: قال ابو داود: لم يسند هذا إلا أبو إسحاق. قال أبو داود: وتغميض الميت بعد خروج الروح. سمعت محمد بن محمد بن النعمان المقرئ قال: سمعت أبا ميسرة رجلا عابدا يقول: غمضت جعفرا المعلم، وكان رجلا عابدا في حالة الموت، فرأيته في منامي ليلة مات يقول: أعظم ما كان علي تغميضك لي قبل أن أموت. نعم. هو الأصل أن التغميض يكون بعد الموت، والشاهد من الحديث أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، يعني بعد إيش؟ بعد ما يعني شق، يعني شخص بصره وارتفع فأغمضه، يعني هذا دليل على ارتفع البصر. ومن أهل العلم يقول إنما يشخص البصر ارتفع لأنه يتبع الروح،
فأنت عندما يعني تحاول أنك تغير على بصري فهو لا يراك، لأنه انتقل من البعد الذي تعيش فيه إلى البعد الأخروي أو إلى المغيبات، فهو لا يشهدك وإنما يشهد تلك الروح. لكن هذا لا يمنع أنه يحس بمن حوله، لكن المشهد أصعب، المشهد أشد. لكن إذا عادت إلى إذا دفن يكون شهوده لمن حوله أكثر من شهوده بعد وفاته مباشرة. نعم. إيش؟ ما ذكره؟ طيب هذا تذكروننا به في المجلس القادم نذكره إن شاء الله تعالى. أنا رأيت كلام الشيخ رحمة الله، أنت يمكن وقفت على كلام الشيخ ناصر رحمة الله عليه. إيش؟ مش ما أين وجدت كلمة لم يذكره؟ كلمة لم يذكره. سؤالي أين وجدت كلمة لم يذكره؟ ما في شيء يعني. طيب كيف عرفت؟ طيب على كل حال نكمل وبعد ذلك يتبين لنا إن شاء الله تعالى. فضل. قال رحمه الله تعالى: باب في الاسترجاع. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها. يعني كما ترون هذا الحديث حديث أم سلمة جاء على هذه الألفاظ، وابن عمر بن أبي سلمة هذا يعني لم يروي عنه غير ثابت، يعني لا يعرف برواية غير ثابت. نعم. وابن عمر ابن أبي هو محمد، هو يعني هذا محمد ابن عمر بن أبي سلمة. نعم. وفي بعض النسخ عندك عن عمر ابن أبي سلمة. لا لا، هي محمد ابن عمر ابن أبي سلمة. عمر بن أبي سلمة هذا صحابي، أقصد أن ابن سقطت في بعض النسخ. لا أدري، كل حال هذا هو محمد بن عمر ابن أبي سلمة يروي الحديث عن عمر ابن أبي سلمة عن أبيه عن أمه أم سلمة أمه أي نعم عن أمه أم سلمة. فهذا مجهول لأنه لم يروي عنه، مجهول العين، ما روى عنه إلا ثابت. وحتى حتى اختلفوا في تسميته، ولكنه جاء مسمى في بعض الروايات، وبالتالي تبين أنه هو محمد ابن عمر بن أبي سلمة. والظاهر الله أعلم أنه يعني يكفي فيه أن نقول مجهول، لأنه قد تبينت عينه في بعض الروايات، وهذا يعني محتمل الله أعلم. على كل حال الحديث صحيح يعني في الجملة لغيره. وقوله في الاسترجاع هذا ثابت في أحاديث يعني أخرى صحيحة في الصحيحين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الميت يسجى. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي في ثوب حبرة أو حبرة أو في ثوب حبرة أو حبرة. نعم. كون النبي عليه الصلاة والسلام سجي في ثوب حبرة هذا يعني من أحاديث الصحيحين مشهور. والثوب الحبرة هو من الأثواب اليمانية من البرود، والبرد هو ثوب خشن، كساء خشن. فسجي عليه السلام يعني أنه غطي عند موته بهذا الثوب، سجي يعني أنه غطي عند موته بهذا الثوب بثوب حبرة يعني من البرود. والبرد هو ثوب كساء خشن ويؤتى به من اليمن. والتسجية هي التغطية، وبالتالي فكان لما توفي عليه السلام غطوه. إذن هذا يدل أيضا على ماذا؟ على أن الميت يسجى، أن الميت يسجى يعني يغطى. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القراءة عند الميت. حدثنا محمد بن العلاء
ومحمد بن مكي المروزي المعنى، قال حدثنا ابن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم. وهذا لفظ من العلاء ولا ما عندك هذه؟ اي في نسخة وهذا لفظ من العلاء. هذا الحديث قالوا ليس بالمهدي، أبو عثمان وأبوه مجهولان، فالإسناد ضعيف. وعلى فرض صحة الحديث فقوله اقرأوا على موتاكم ياسين يعني قبل الموت ليس بعده، ولكن هذا الميت لا يستحق كل هذا العزاء، حديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الجلوس عند المصيبة. حدثنا محمد بن كثير حدثنا سليمان بن كثير عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت لما قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن، وذكر القصة. عم هذا في أي غزوة؟ مؤتة. هذا في غزوة مؤتة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بين أصحابه وعلى منبره، فصار ينعى لهم الأمراء، كانت تسمى غزوة الأمراء، أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة. فلما نعى لهم يعني زيد بن حارثة ويعني ذكر ذلك، ثم ذكر بعد ذلك جعفر بن أبي طالب فنعاه، ثم ذكر لهم عبد الله بن رواحة ثم تأخر حتى رأى الناس في وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى خافوا عليه، يعني خافوا على يعني عبد الله بن رواحة. ثم نعى لهم عبد الله بن رواحة وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالجنة، وأن في مقام عبد الله بن رواحة ازورارا يعني تأخرا، لأنه ما أقدم مثل أقدامهم في البداية، في البداية أصابوا شيء من التأخر حتى ثم بعد ذلك حسم أمره وتقدم وقال يعني قال الأبيات المشهورة عنه يا نفس إلا تقتلي تموتي، الأبيات المعروفة، فتقدم واستشهد في هذه الغزوة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عنه وعيناه تذرفان وعيناه تذرفان. وهذا الحديث فيه أنه لما قتل زيد بن حارثة وجعفر عبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعرف في وجهه الحزن، وذكر القصة. وكذلك حزن النبي عليه الصلاة والسلام يعني الحزن المعروف على جعفر بن أبي طالب، وكان أشبه وكان يعني سأل أن يؤتى بأبنائه، فنظر إليهم ومسح على رؤوسهم وتكفلهم عليه الصلاة والسلام، وقال للناس اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاء ما يشغلهم، صلى الله عليه وسلم في دهوة. طيب نقف عند هذا الحد، وأنا أخذ ذكاء هناك أسئلة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحسن الله إليكم وغفر الله لكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل شيخنا أريد أن أعلم ما هو الطاعون بالتفصيل. بتفصيل؟ أنا لست طبيبا حتى أعطي التفاصيل. إيش تفاصيل إيش؟ على كل حال هو مرض من الأمراض الوبائية، وباء يصيب الناس سيموتون. نعم. أحسن الله إليكم ويسأل عن ذات الجنب والمطعون، ما معنى المطعون؟ هو الذي أصابه الطاعون، وذات الجنب هو مرض من الأمراض المميتة أيضا. وكان ظن الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي ظنوا أن مرضه كان بذات الجنب، فلذلك أعطوه مين يذكر الكلمة اللي اللدود؟ نعم، أو اللدود. فقال من لدني، ثم قال لا يبقى أحد في البيت إلا لد إلا العباس، أنه كان ما شهدهم. نعم. أحسن الله إليكم ويقول هل السبعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أو شهداء ولو كانوا
مسلمين عصاه ولم يكونوا بنية الشهادة؟ لا يشترط لمن ماتوا في ذلك الذي أصابهم أن يكونوا بنية، يعني لا يشترط النية في، يعني لا يشترط للإنسان النية في أن يموت حرقا، لأنه إذا نوى أن يحرق، يعني إذا حرق نفسه فهذه النية تجعله يدخل النار ولا يدخل الجنة. ولكن الخلاف في أنه هل هذا يشترط أن يكون في سبيل الله، يعني أنه احترقه في سبيل الله، غرقه في سبيل الله، حصل له هدم وهو في سبيل الله يعني في الطريق إلى القتال وغير ذلك، هذا بعض أهل العلم قاله، ولكن الظاهر والله أعلم أن ذلك أعم وأشمل، فكل من احترق مات حرقا رغم أنفه، كل من يعني سقط عليه بيته فمات رغم أنفه، كل امرأة ماتت بجمع، يعني ماتت وهي في بطنها ولدها، كل من أصابه الطاعون فمات، وإلا الذين أصابهم الطاعون في الذي ذكرناه نحن قبل قليل في الشام أولا كانوا في بلادهم، لا خرجوا إلى القتال ولا شيء، وهكذا. هذه يعني هذه الأسباب من أسباب الشهادة، لا يشترط فيها أن يكون الإنسان في سبيل الله، لكن يشترط أن يكون مسلما. يعني واحد مرة يقول واحد لا يصلي ويعني احترق ومات أو غرق ومات، لا يصلي، هذا إذا كان لا يصلي على وجه لا يصلي فيه بمرة فجمهور أهل العلم على كفره، وإذا كان ملتزما لترك الصلاة فهو بالاتفاق، وإن كان لو أنه ترك على وجه الكسل يعني يأتي مرة ويدع مرة ففيه في كفره خلاف، والظاهر الله أعلم أنه إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا هذا مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون؟ يعني الملائكة موجودون، فإذا دعا الإنسان دعاء فإنه يقول الملائكة له آمين. واضحة؟ أحسن الله إليكم. يقول: الرجل تتوفى عنه زوجته فلا يتزوج بعد موتها لشدة تعلقه بها فيعرض عن الزواج، هل يأثم في ذلك وكيف يمكننا نصحه؟ يعني ماتت زوجته وهو يحبها فلا يريد أن يتزوج بعدها؟ نعم. والله يعني لا بأس أن ينتظر قليلا، يعني إذا انشغل بموت زوجته ويخشى أنه إذا تزوج امرأة أن يعني يعرض عنها، ولكن يعني ينصح بأنه يعني التعلق بالمرأة يعني إلى هذه الدرجة يعني بعد موتها هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام أحب خديجة حبا عظيما وبقي إلى آخر حياته وهو يحبها، مع أنها توفيت يعني قبل وفاته تقريبا 16 سنة، يعني كم يعني عمر، ومع ذلك بقي يحبها إلى آخر حياته. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ذبح شاة يعني بعث إلى صويحبات خديجة، صور هو في المدينة ويبعث إلى صويحبات خديجة، وإذا سمع صوت هالة، كانت أخت خديجة كان لها أخت اسمها هالة وابن اسمه هالة، فإذا استأذنت هالة ارتاع لذلك أو ارتاح لذلك، يعني كأنه سمع صوت عائشة خديجة، فكانت تغار منها، قالت: ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة وما رأيتها، وإنما ماتت قبل أن أتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين، يعني قبل الزواج وليس قبل الدخول، لأنه يعني تزوج يعني وكان فتوفيت خديجة وهي بنت 3 سنين عائشة، ما رأتها. وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني هذه امرأة يعني حمراء شدقين، ها ما تفعل بها جزء؟ فالشاهد من كلام يعني إن صح هذا اللفظ، فقالت: ما يعني ما غرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة. فكان عليه الصلاة والسلام له وفاء معه كذا، لكن بعد أن توفيت مباشرة تزوج اثنتين، تزوج عائشة ولم يدخل بها، وتزوج سودة ودخل بها مباشرة بعد وفاة خديجة، ما تأخر. وعبد الله بن مسعود لما توفيت زوجته، مع أنه معروف أنها كانت امرأة صالحة وكان يحبها، وربما أحيانا كانت يعني تصدق عليه وكانت يعني ذات مال، فلما توفيت قال: أخشى أن أبيت عزبا، يعني المقصود من الكلام ذهب يتزوج مباشرة. فهذا فعل الرجال،
الإنسان لا ينبغي أن يكون ضعيفا إلى هذه الدرجة. نعم الرجل قد يعني تأثر بموت زوجته أو غيابها أو طلاقها أو غير ذلك، لكن لا تصل إلى درجة أنه يعاف النساء وأنه لا يستطيع أن يعيش. لكن هذا الكلام في ظني أن هذا يؤثر فيه ربما أيام، يعني ما لا بأس ينتظر أسبوع أسبوعين أو غير ذلك، لكن بعد ذلك ينبغي عليه أن يتخلص من هذا النوع من الحزن. أما قضية أن ننصحه بأن يكرهها ولا أن ينساها، هذا لا. النبي عليه الصلاة والسلام ما نسي خديجة، ولا نقول لإنسان أحب امرأة أنه زوجته يعني أنه ينساها، وهذا قد لا يكون من الوفاء إذا كانت امرأة صالحة وكانت يعني ذات معروف عليه، ما لا ينصح، بالعكس ينصح بأنه لا ينساها. وبعض الناس، أنا أعرف بعض الناس يعني بنى مسجدا عن زوجته، وبعضهم يعمل أعمالا صالحة، لا بأس، وهذا من الوفاء إذا كانت فعلا كانت تلك المرأة صالحة وكذا، هذا لا يعني هذا من الوفاء. أما أنه لا يتزوج، النبي عليه الصلاة والسلام أحب الناس إليه عائشة، وما تزوج امرأة إلا على عائشة. كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم توفي عنهن تزوج على عائشة، كلهن ضرائر لعائشة. ما يعني قضية خلط الأمور بهذا الشكل هذا غير صحيح، والرجل بقاؤه من غير زواج هذا ضرر ومفسدة، مفسدة كبيرة. نسأل الله أن يذهب ما به من هم وغم وكرب، وأن ييسر له الزواج الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا مات العبد على عقائد كفرية وقبل أن يموت قال لا إله إلا الله ولم يرجع عن عقائده، فهل يكون داخلا في وعد الله جل وعلا بأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ الحقيقة يعني لابد من فهم قضية أنه كلمة لا إله إلا من مات لا إله، يعني من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، جاء في بعض الأحاديث خالصا بها قلبه. إيش الحديث هكذا؟ خالصا من قلبه، من كان آخر كلامه لا إله الله خالصا من قلبه، كان فيه لفظ خالصا من قلبه، كانوا على كل حال. ف يعني كلمة لا إله إلا الله قد يعني قد يقولها الإنسان غير منتبه إلى ما يقول، وبالتالي من قال القول ليس مجرد التلفظ، القول ليس مجرد أن يعني الكلام ليس الصوت أو الحروف الأصوات فقط، وإنما الكلام هو اللفظ والمعنى. إذا كان الإنسان يقول كلمة ولا يفهم معناها، يعني يقول لا إله إلا الله وأنا أقصد بذلك فقط، انتبهوا، لا إله إلا الله أقصد يعني لا خالق إلا الله، ومع ذلك أنا معتقد أنه يعبد غير الله، هذا لا تنفعه لا إله إلا الله. الله عز وجل يقول: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يقولون لكن كذب. وإلا من الناس من هو من أكثر الناس ظلما، من أكثر الناس طغيانا، من أكثر الناس قتلا للمسلمين، من أكثر الناس كذا، وقال لا إله إلا الله عند موته نشهد له بأنه من الجنة، لا نشهد له بذلك. وإن كنا نرجو لمن يشهد الشهادتين في آخر حياته الشيء من الخير، وتكون هذه علامة طيبة إن شاء الله تعالى إذا وفق لها، وربما الله عز وجل يغفر للإنسان ما عنده. تعلمون العقائد الكفرية إذا لم تصل بالإنسان إلى أن تخرجه من ملة الإسلام، لأن من الناس من يعتقد عقائد كفرية لكنه لا يكفر بها لوجود مانع من التكفير، أو لأنه لا يفهم ما يقول، لم تقم عليه الحجة بحسب ما قام به من ويكون مسلما لكنه ضال، فربما يغفر الله له بعمل صالح، ربما يغفر الله له بجهاده في السنة أو جهاده المشركين أو جهاده بعض الضالين، ربما يغفر له ربنا عز وجل بذلك فيدخل الجنة، فتكون هذه الكلمة يعني توفيقا من الله عز وجل ليكون سببا في دخول الجنة وغير ذلك. لا ندري، لا نستطيع نحن أن نجزم لأحد بجنة ولا نار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة تسأل وتقول إن النقاب سبب لها انحرافا في العيون، فهل يجوز لها خلع النقاب؟ الحقيقة أنا في شك من هذا، ويعني بلغني أن بعض الأطباء يعني يحاربون النقاب، كلما جاءتهم امرأة متنقبة عندها انحراف في العيون قالوا من النقاب. طيب امرأة من هذا النوع عندها انحراف، فلما ذهبت قالوا هذا، وإذا هذه المرأة إنما أصيبت بذلك قبل أن تتنقب، ذهبت تنقبت وذهبت قالوا من النقاب. ما أدراكم أنها من النقاب يا أطباء السفور؟ ما أدراكم أنها من النقاب؟
إيش عرفك أن هذا من النقاب؟ يعني أنت كنت مع النظر داخل عينيها وهي تنظر من النقاب فانحرفت معه؟ إيش عرفك أنه من النقاب؟ يعني ما الذي دله على أنه من... مش فاهم أنا الانحراف ما سببه؟ إذا كان النقاب سبب في الانحراف ليش ما كل المنقبات انحرفت أنظارهن؟ ها؟ يعني لو كان يعرف ذلك من خلال طبعا لا يمكن معرفة ذلك بالتحاليل الطبية ولا غير ذلك. إيش اللي عرفك بالدوران الطردي والعكسي؟ الدوران الطردي والعكسي يدل على أنه عندنا نحن الآن كل نساءنا منقبات ومن حرف نظرهن. إيش القصة؟ والذي يقول هذا الكلام ويثبت لنا أنها كانت غير متنقبة لما انحرف البصر عندها. فأنا أقول هؤلاء من أطباء العيون من أطباء السفور، يعني ليتقوا الله عز وجل في هذا، ولتتق الله عز وجل المرأة. واحد من النساء عندها نزل صفار على عينيها، قال إيش؟ قال الطبيب اخلع النقاب يذهب الصفار من العينين. إيش علاقة النقاب بالصفار العينين؟ ليش النساء لما تصاب بصفار العينين هذا؟ كلما حصل مرض لامرأة متنقبة وذهبت إلى هذا النوع من الأطباء الذين قد حلفوا على أن يكونوا يعني صادقين في 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 وأمينين في في مهنتهم، يقول هذا من النقاب. وإذا ذهبت امرأة أصيبت بذلك غير منقبة إيش راح يقولوا لها؟ هل تلبسين النقاب في قبل أن تأتينا؟ يسألوها هذا السؤال. لماذا لا يسألونها طالما أن هذا سبب رئيسي يعني من الأسباب؟ يسألوها. طيب ليش ما يسألوها؟ أما إذا كان سببا فرعيا فما أدراه أنه هو السبب. هناك أسباب أخرى يا أخي، يا أخي ابحث عن السبب الصحيح، وإلا سيبقى نظرها يعني تخلع النقاب والأسباب قائمة، يبقى النظر منحرفا. إذا أنت ما خدمت هذه القضية. هذا النوع من الأطباء هذا نوع غير جيد، هذا نوع من النوع الرديء. يعني نعم هناك أطباء جيدون وكذا فليذهب إليهم. الطبيب لا يكون أبدا سببا في سفور النساء عن وجوههن. والله عز وجل أمر النساء بأن تحتجب، فهل أمرهن بشيء يضرهن؟ ثقتنا بالله أكثر من ثقتنا بهذا الطبيب الذي يدعو إلى السفور. ونحن نعرف بعض هؤلاء الأطباء يعني لهم يعني اتجاه معين. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن كتاب الذهلي، ما اسمه؟ الذهليات، يعني أصعب شيء يمكن أن ينسى اسمه الذهلي والكتاب اسمه الذهليات. إيش رأيكم ينسى هذا الكتاب؟ تسأل ما أحد يعرف الكتاب، وهو لا شك إمام من الأئمة، هو في حفظه وفي إمامته وفي جمعه للحديث، وشيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام مسلم وشيخ أبي داود، شيخ الأئمة، ولا يعني ولا يتخلى عن حديثه. لكن مقصود من الكلام أن الذي هجر واجتمع الناس معه على هجر البخاري لم يحفظ علمه كما حفظ البخاري، وهذا ليس نيلا من الذهلي رحمه الله تعالى، واضح. لكن هو فيه شدة، يعني هذه المسألة بالذات يعني حصل قهر للإمام البخاري شديد جدا، ونحن الآن لأننا بعيدون عن الفتنة يعني ننظر إليهم بعين العدل، لكن الناس في ذلك الوقت ما نظروا إليهم بعين العدل، وقفوا مع الكبير ومع المشهور أكثر وتركوا الإنسان الذي وإن كان هو يعني فيما نحسبه هو أفضل من الإمام الزهري والله عفوا الذهلي والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا بارك الله هذا فيك، السائل له أسئلة كثيرة، هذا آخرها يعني. طيب ننظر فيه. يقول ما هو السبيل إلى حسن السريرة؟ أحسن السير تحسن لك السريرة، من حسنت سيرته حسنت سريرته. ولابد من الاجتهاد على تصفية النفس مما يشوبها من الرياء والسمعة، ويشوبها من العجب والكبر والخيلاء، ويشوبها من الغرور والحسد وغير ذلك. فالنفوس تتعلق بها مثل هذه الأمراض بسرعة، فلا بد من معالجتها. وقال الإمام سفيان الثوري ما رأيت أشد علي من نفسي تتقلب علي. فالإنسان لا بد من إيش؟ من أن يتابع هذه النفس، والنفس لها جموح كجموح الخيل، فإذا لم يمسك بركابها بشكل جيد جمحت به وابتعدت جدا، فلا بد من أن يحسن قيادتها وأن يقودها قيادة حسنة من خلال الأعمال الصالحة باطنة وظاهرة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليك.